وظيفة الحكم الرياضي يمكن من أصعب الوظائف في العالم، فصاحبها غير أنه لازم يكون عادل وكذا عنده ضمير، لازم كمان يكون عنده طولة بال وأعصابه زي ما بيقولوا كذا في ثلاجة، لأنه ما يقدر ينفعل مع كل اللي بيصير حوالينه واللي بيصير مثلا ضده، سواء من اللاعبين أو حتى الجماهير المتعصبة. بس في هندوراس الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، يبدو أنه في حكم إحدى مباريات كرة القدم بإحدى المناطق المحلية كان عارف أنه الكلام ما ينفع مع الجماهير، فأخذ احتياطاته من بدري وجهز نفسه لأي شخص يعارضه أو فكر يعتدي عليه. شوف إيش صار. طيب زي ما شفتوا الحكم شايل المسدس ولافف فيه في الملعب، وكان واضح صوت الرصاص، يعني ما في مزح معه. والسبب اللي وصل الحكم لهذه المرحلة إنه خلال المباراة أعطى كرت أحمر لواحد من اللعيبة فتواجهوا سوا، وبعد ما انتهت المباراة بعض الجماهير الغاضبة نزلت الملعب تأخذ بحق اللاعب، فحاولت تعتدي على الحكم، وعلشان يفرقهم ويخوفهم راح ضارب له كم طلقة في الهواء. على العموم الحظ بشكل عام ما كان في صالحه، فزي ما بيقولوا ضربني وبكى سبق واشتكى. الجمهور بعد ما سمعوا الطلقات طلبوا الشرطة للحكم، وفي أثناء ما هو متوجه بسيارته للبيت وقفت الشرطة واعتقلته.